سائل يقول: هل يجوز التمسح بجدران الكعبة والدعاء عندها وتقبيلها غير الحجر الأسود؟ الكعبة المشروع استقبالها في الصلاة والطواف بها، ولا يمسح إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الركن، أما التعلق بها فهذا لا أصل له. الوقوف في الملتزم بين الركن والباب للدعاء لا بأس، يقف بين الركن والباب يدعو لا بأس بهذا، ولا يتعلق بها، يدعو ولا يقف واقف في هذا المكان ولا يتعلق بالكعبة. نعم.